استقصائي في قضية الباحث الإيطالي ريجيني، بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية، عقد اتفاق لإنتاج لقاح سبوتنيك في المضاد لكورونا في مصر، الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، نشر أسماء المسجونين الذين شملهم العفو الرئاسي. تابعونا. بث التلفزيون العربي اليوم تحقيقا استقصائيا بعنوان الحقائق المدفونة، عرض فيه شهادتين جديدتين في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وكان قاضي الجلسات الأولية بمحكمة روما الجنائية قد حدد الأسبوع الماضي جلسة استماع تمهيدية في قضية قتل ريجيني في مصر عام 2016. كما أخطر القاضي الإيطالي ضباطا مصريين متهمين بقتل ريجيني ببدء الجلسات الأولية لمحاكمتهم في 29 من شهر إبريل الجالي. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية شريف الهلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان. أهلا بك معايا يا أستاذ شريف، وخلينا نبدأ في البداية من كل الخطوات. أهلا يا شريف، كل سنة وأنت طيب. خلينا نبدأ من الخطوات القانونية اللي تم الإعلان عنها من الجانب الإيطالي حتى الآن، وهي فيها الحقيقة العديد من التفاصيل الجديدة المتعلقة بالقضية وأيضا شهود جدد، وتم بالتحديد بالفعل بدء جلسات الاستماع في 29 من إبريل. إيه قراءتك بشكل عام لهذه الخطوات؟ هو طبعا في يعني اخر خطوه قامت بيها المحاكم الايطاليه محكمه روما هي وجهت الاتهام بشكل رسمي ضد 4 ضباط من الامن الوطني، منهم اللواء طارق صابر والعقيد مجدي شريف واسر كامل وحد رابع. وقالت في البيان اللي صدر منها انه في تعذيب وقع على ريجيني تسبب عنه عدد من الاصابات وكسور، وهذه الكسور والاصابات اللي حصلت بجسده تسببت في انه طبعا توفي تحت اثر هذا التعذيب، يعني انه حصل من هؤلاء الضباط اللي عاملين في جهاز الامن الوطني المصري في يناير 2015. واكدت ان الواقعه بالنسبه لها انه في ادعاءات بتعذيب ريجيني من هؤلاء الافراد، وانه تم ارسال لي عبر ممثل نقابه العمال الجائلين انه كان بيستدرجه في الكلام، وكان في احاديث بينهم، وكان هو هذا الرجل محمد عبد الله ممثل النقابه ذهب للامن الوطني لابلاغهم انه بيشكوا فيه وكده، فهم قالوا له استمر. وفي تسجيلات مباشره أوزعت من قنوات فضائية أخرى بهذه المكالمات التليفونية بين ضباط الأمن الوطني وبين محمد عبد الله. فيعني هذا البيان الصادر من محكمة روما بيأكد هذه الادعاءات حوالين تعذيب ريجيني. وفي المقابل كمان كان في بيان شهير ما بين النيابة المصرية والنيابة الإيطالية قبلها، كان في شهر 12، بأنه أقرت النيابة الإيطالية بأنه في وقائع تعذيب، بينما النيابة المصرية رفضت أنه شافت ان الكلام ده مش مثبت، مش قائم على حقائق ثابته. وبعدها اكدت ان هو لا 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 لا, لا اقامه للدعوه الجنائيه ضد هؤلاء الضباط. وحتى في واقعه سرقه متعلقات ريجيني قالت انه خلاص الـ4 اللي تم قتلهم يعني دول توفوا، فبالتالي لا وجه لاقامه الدعوه ضدهم. وقالت ان هي هتقفل التحقيق مؤقتا، وهتكلف جهات التحقيق ان هي تعمل تحريات اخرى يعني، وان هي ما توصلتش لمرتكب الواقع حتى الان. فبالتالي نفت الاتهامات الموجهه من الادعاء الايطالي للضباط المصريين. طيب شريف، في التحقيق الاستقصائي اللي بثه التلفزيون العربي حقائق المدفونه بيتم عرض 2 من الشهود الجدد اللي تم دمهم بالفعل للقضيه. اتمنى تكون تابعت التحقيق. الشهود الجدد بيقولوا ان هم يعني حضروا او عندهم معلومات جديده عن تعرض ريجيني للتعذيب، وان هم كانوا حاضرين او موجودين مسجونين في اماكن احتجاز ريجيني. قانونا هل معنى
ان الادعاء ان يحصل طلب من الادعاء الايطالي من النائب العام الايطالي لضم الشهود الجدد دول بشكل رسمي الى القضيه، هل ده معناه ان الجانب الايطالي تم التحقق ان الشهادات دي حقيقيه بالفعل وان هي لا يمكن ان تكون بتخضع للمكايده السياسيه، ولا وارد ان ده يظهر قدام مع مزيد من التحقيقات في المحكمه؟ شوفي، هو حسب ما قيل في الفيلم نعم الاستقصائي اتقال انه تم التنسيق مع جهات التحقيق فيما يتعلق بهؤلاء الشهود، وان هم كانوا مسجونين في المخابرات الحربيه وسمعوا يعني وقائع تعذيب مش بس للرجيني، للمواطنين الاخرين كمان، وسمعوا ضباط الموجودين ان هم بيقولوا انه ايطاليا مش هتنفعك يا ريجيني. فانا اظن انه هذا يعني هذا الفيلم سوف يمثل تاكيدا لما تراه الحكومه الايطاليه والجهات الادعاء ان هناك تعذيب بالفعل، وان هم زي ما قالت والده ريجيني قتلوه كما لو كان مصريا، يعني في وثيقه ادانه او في جمله ادانه لكل الممارسات الامنيه المصريه اللي احنا بنشوفها بالتعذيب او غيره. من الوارد انه يعني لو الشهادات دي تم كتابتها بشكل كتابي وراحت للجهات الادعاء الايطاليه، انه تبعت الجهات الايطاليه تبعت للجهات المصريه النيابه العامه ان هي تستدعي هؤلاء الشهود. انا اظن انه النيابه العامه مش هتسمح بهذه الخطوه، ومش هتنفذها طبعا، لان هي شايفه نعم انه كل ده مش وقائع صحيحه على الاطلاق. فبالتالي هتظل يعني الادعاء الايطالي او محكمه روما هتكمل الطريق وهتسمع كل شهادات الاثبات الخاصه بهذه الواقعه المشينه، يعني واقعه تعذيب ريجيني في الحقيقه، واللي بتمثل اساءه لسمعة مصر، يعني لمجرد ان هو كان بيقوم بعمله البحثي سواء عن النقابات العمالية او غيرها. فهتكمل في هذا الاتجاه. من الوارد ان يبقى في احكام قضائية طب تصدر ما عن ده سؤال محكمة برضه يا روما، شريف. وان كان يعني بقى تنفيذه ايوه بالفعل، ما ده سؤال، يعني ايه وارد، هيبقى الاحكام ايه الترتيبات القانونيه؟ يعني زي شوفي، انت ما ما هو بتقول الاحكام دي وارد ان هو يصدر ضدهم احكام غيابيه من المحاكم الايطاليه، ايه اللي ممكن يترتب على ذلك قانونيا؟ يعني هل في اي ترتيب قانوني سواء بالنسبه لايطاليا او بالنسبه للاتحاد الاوروبي او بالنسبه للدول الغربيه ممكن يترتب على حكم قضائي زي كده، ولا هو في النهايه الحكم القضائي ده بس فقط يعني عشان يعني يتم الانتهاء من القضيه؟ لا، هو يعني بعد هذا الحكم ده هيستتبع بقى حاجات تانية، ان هم ممكن القضاء الايطالي يطلب تسليم هؤلاء المتهمين عليهم احكام قضائية. طب اذا الحكومة المصرية او الجهات القضائية قالت ان احنا مش هنسلم، فوارد بقى ان هم يبعتوا الانتربول الدولي بانه هؤلاء الاشخاص لديهم احكام جنائيه بتعذيب ريجيني وكده، وانه في ادله وفي اثباتات وفي محاكمه استمرت فتره من الوقت وفي سماع للشهود الاثبات. يعني الملف كله ممكن تبعته للانتربول على المستوى القانوني لتنفيذ الحكم، وان هم لو وجدوا في اي دوله في العالم الانتربول يسلمهم لايطاليا لتنفيذ الحكم يعني. تمام، فده ده ده ممكن ده سيناريو ممكن يحصل بالتاكيد. او كمان السيناريو الثاني اللي انت اشرت ليه، موضوع اثاره الامر في الاتحاد الاوروبي. يعني الاتحاد الاوروبي ممكن الحكومه الايطاليه تسيره بشكل رسمي، حتى خاصه في ظل الضغوط التي تمارس عليها من الشعب الايطالي ومن عائله ريجيني ومن الراي العام في ايطاليا عموما في هذه الواقعه. فبالتالي انه وفعلا تم اثاره هذا الامر في بيانات سابقه للبرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي خاصه بملف حقوق الانسان في مصر. فمن الوارد انه يبقى في خطوه في هذا الاتجاه، وانه الاتحاد الاوروبي يقدم طلب او يدعم الطلب الايطالي بتسليم هؤلاء الضباط المحكوم عليهم يعني. تمام، فكل ده هيعزز هذه الطلبات. يعني اذا صدرت احكام بناء على شهادات وهذا الفيلم الذي يمكن يمثل وثيقه تضم للمحكمه الايطاليه في سبيل تاكيدها على اتهام هؤلاء الضباط بالتعذيب، انا رايي ده يعني هيمثل دعم لوجهه النظر الايطاليه، وممكن تسيره بعد كده زي ما قلت لحضرتك في امام الانتربول او حتى بشكل سياسي مع البرلمان مع الاتحاد الاوروبي.
طب أستاذ شريف، زي ما حضرتك حكيت، الرواية الرسمية المصرية مختلفة تماما عن الرواية الإيطالية. يعني الرواية الرسمية المصرية بتقول تم مراقبة ريجيني، لكن الضباط المتهمين أو يعني جهاز الداخلية في مصر كله والأجهزة الأمنية ملهاش علاقة بمقتل ريجيني، زي ما حضرتك حكيت. الرواية الإيطالية مختلفة تماما زي ما احنا ما شايفين، والمحاكمات هتبدأ يوم 29 إبريل. هل من الوارد فعلا أن مصر تحت ضغوط اللي بتحصل في من يعني بشأن هذه القضية أن هي تقدم الضباط دول للمحاكمة أو للتحقيقات حتى على سبيل إنهاء القضية أو فعلا تقديم الشفافية أو احتمالية إن ممكن يكون لهم أي علاقة فعلا بمقتله اللي هي الرواية المصرية الرسمية بتنكره؟ هل وارد إن مصر تقدم خطوة زي كده؟ لا أظن بتحليلي أنا للخطوات المصرية، أظن إن هي لن تقدم على هذه الخطوة. هي ممكن تعمل حاجة تانية، إن هي تحاكمهم، يعني تحاكمهم داخليا جوه مصر، يعني تقول إن إحنا هنعمل محاكمة داخل مصر لهؤلاء الأشخاص، وده برضو ممكن ما يحصلش بنسبة كبيرة، يعني إن هي يعني عشان تعمل ده هتتراجع عن كل السيناريو اللي هي قدمته في الموضوع. وبعد كده بتقول انه يعني يا اما ياخدوا احكام مثلا مخففه او ياخدوا براءات، فالحكومه المصريه تقول احنا حكمناه وما هو عملنا اللي علينا، تمام. انما فكره السيناريو التسليم للطرف الايطالي ما اظنش. هو بيتم بقى مساومه، يعني في مساومه بتحصل تحت الترابيزه، انه والله في اتهامات لايطاليين او منهم دبلوماسيين مثلا بتهريب الاثار، فاحنا خلاص احنا ممكن يعني ايه نتخلى عن هذه الاتهامات مقابل انتوا ما ايه يعني الموضوع يتحل، وحاجه يعني حاجه قصاد حاجه تانية، تمام. او فكره انه الجانب السياسي في العلاقات ما بين مصر وايطاليا يتغلب على تهميش هذه القضيه، يعني على المستوى القضائي والسياسي، وتخرج بحل وسط، يعني. نعم وده بيحصل في فكره انه مثلا في صفقات اسلحه بتتم بين مصر وايطاليا في على مستوى تنسيق العلاقات في الملف الليبي على سبيل المثال، فممكن ده لو الطرف الايطالي قدر يتلافى الضغوط الداخليه الخاصه بالملف، خاصه ان هي بقت قضيه راي عام، ممكن يبقى عنده التوجه ده، ويمكن يعني يحاول يحل المشكله باي شكل. وانا اظن ده هيبقى صعب، يعني في ظل انه المحكمه بقت خلاص يعني الموضوع عندها، وان هي 29 هتسمع الشهود، ده بالتالي هيعمل اثاره للراي العام اكتر. الراي العام الايطالي هياكد نعم على مطالبه، عائله ريجيني هيبقى ليها حضور في الاعلام بالتاكيد، فالموضوع هيبقى فيه اشكاليه صعبه يعني. وهو ده يعني اللي يعني وقعنا فيه الطرف المصري في الحقيقه، يعني فكره التعذيب انا رايي وارده بشكل كبير في ممارسات كثيره بتتم في الحقيقه، وانه ممكن ما يبقاش مقصود ان هو يموت يعني، بس يعني فكره انه يعني ضغوط او اعتداءات دي ادت لهذا الوضع يعني. نعم بنشكرك يا شريف، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان. شرفتني يا شريف، شكرا لك. ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللجنة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك لإعداد استراتيجية الحكومة للحد من إنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا. وتشمل الاستراتيجية محورا تشريعيا وكذلك توعويا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والحملات للتغلب على هذه المشكلة البيئية. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد. وأضاف الوزير أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 3.4 مليون فدان. وتعد مصر أكبر مستورد في العالم لتلك السلعة الاستراتيجية، إذ يبلغ استيرادها للقمح نحو 12 مليون طن سنوياً. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. هنا في الجيزة تجتمع النساء حول الموقد أو ما يعرف بالتنور
يقفز العجين على الألواح الخشبية ويوضع في التنور، ما هي إلا دقائق ويخرج رغيف الخبز جاهزا. شهر رمضان هو شهر العمل بالنسبة للخبازات المصريات، إذ ينتعش النشاط وتتسع أبواب الرزق. تسافر النساء بالقطار إلى القاهرة لبيع أرغفة الخبز، يرصصنها على الصواني المعدنية ويعرضن بجانبها البيض والخضروات والجبن الذي يصنعه جيران في قرية قريبة من مدينة بني سويف جنوب القاهرة. بنطلع مع بعضينا بندري على لقمة عيشنا، من فرحانة بيوم ان احنا مكافحين وربنا بيرزقنا بدل ما نمد ايدنا لحد. وزير الزراعة المصري أعلن بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد، وأكد أن القمح يبشر بالخير هذا العام إذ كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول. تفاؤل لا يعكس حجم الأزمة الكبيرة التي تواجه الحكومة نتيجة زيادة استيراد القمح بنحو 12 مليون طن سنويا، لتصبح مصر أكبر مستورد لتلك السلعة الاستراتيجية وسط توقعات بارتفاع الكمية إلى 15 مليون طن بحلول عام 2028. تهديد الأمن الغذائي ربطه مراقبون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة مؤخرا بالتوسع في استصلاح الأراضي بغرض زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما يظل قيد انتظار تنفيذه بسرعة مناسبة. كما بادرت مصر من جانبها بإصدار قرار بوقف تصدير كافة أنواع البقوليات إلى الخارج. يأتي هذا وسط تحديات شح المياه، لا سيما في ظل أزمة سد النهضة وتبعاتها على الرقعة الزراعية. وانضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين. أهلا بك معي أستاذ حسين، وكل سنة وانتم طيبين. موسم جني القمح هو بدأ، هل عندنا تقديرات؟ أهلا وسهلا أستاذ حسين. هل عندنا تقديرات؟ وكل عام وحضرتك بألف خير وكل الفلاحين بألف خير. هل عندنا تقديرات للكميات اللي هنحصل عليها في المحصول السنة دي؟ طبعا هذا العام القمح المصري مبشر بالخير. احنا طبعا عندنا خمس عوامل بنعتمد عليهم في زراعة القمح. أولا المساحة زادت بزيادة كبيرة، زادت عن 3 مليون و 400 ألف فدان. السنة دي الجو معتدل، مفيش إصابات بالصدى، مفيش رجاد للقمح. في أصناف جديدة انزرعت انتاجيتها عالية تزيد عن 18 إرداب للفدان، فده كله احنا نتوقع انتاجية السنة دي تزيد عن 9 مليون طن. الحكومة إن شاء الله نتوقع ان هي تستلم حوالي 4 مليون طن هذا العام. بعد الصوامع الجديدة، وطبعا مصر زي ما انت عارفة وطبعا اكبر مستورد للقمح، والسنه دي كان في مشكله القمح اللي جه من روسيا كان في ضريبه عاليه، فاحنا نتوقع ان هيبقى في اخذ كتير من الفلاحين قمح اكتر من العام الماضي ان شاء الله يعني. طيب الوزاره كانت اعلنت الاسعار من 725 ل 705 للاردب، الفلاحين مبسوطين بالاسعار دي يا استاذ حسين؟ والله على الوضع الراهن الاسعار دي مرضيه للفلاح، هي طبعا اكثر من زياده عن العام الماضي حوالي 25 جنيه في الارداب، اللي هو درجه نقاوه 23.5 بيباع ب 725، ودرجه نقاوه 23 بيباع ب 715، ودرجه نقاوه 22.5 بيباع ب 705، فده اعلى من العام الماضي. وفي ظل الحاله الاقتصاديه المترضيه وتدني اسعار الاقماح عالميا، فالسعر مرضي نوعا ما للفلاحين. في هامش ربح لان القمح زي ما انت عارفه بيجيب قمح وبيجيب تب، فطبعا يعتبر المحصول الوحيد بالنسبه للفلاحين في مصر دلوقتي اللي هو مضمون تسويقه وسعره محترم، لان في بعض المحاصيل الكتيره تسويقها بيبقى صعب والاسعار بتاعتها كانت متدنيه لدرجه كبيره في الاونه الاخيره. طيب حاج حسين، يعني العالم كله حضرتك اكيد عارف بيتجه للاكتفاء الذاتي خاصه في المحاصيل الهامه جدا زي محصول القمح، وزي ما احنا ما قلنا في المقدمه زي ما حضرتك قلت مصر تقريبا اكبر مستورد. الرئيس السيسي كان عبر يعني الفترات الماضيه كان دايما بيقول بمزيد استصلاح مزيد من الاراضي الزراعيه ان احنا نحاول ان احنا نصل الى الاكتفاء الذاتي. هل قربنا؟ هل عملنا فعلا قفزه كبيره في زراعه القمح ولا لسه محتاجين بعض الوقت؟ والله طبعا احنا على اساس ان احنا نقول اكتفاء ذاتي من القمح في المدى القريب صعب جدا، لان الزراعه في مصر بتعتمد على المياه، واحنا عندنا ندره في المياه وقله في المساحه الزراعيه. الحكومه طبعا بتبذل جهود كثيره نحو تقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك،
في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية بالاعتماد على المياه الجوفية والمياه الصرف الزراعي وكمان حتى معالجة الصرف الصحي. فإحنا دلوقتي بنمشي بثلاث طرق على أساس نكتفي ذاتيا من الجمحة ونقلص الفجوة، منها زيادة المساحة زي ما حصل السنة دي، زيادة المساحة 3,400,000 فدان، منها التوسع الرأسي إن إحنا بنزرع أصناف بتنتج أكتر. يعني إحنا عندنا أصناف بتنتج لغاية 35 إرداف في المزارع التجريبية، فلو تعممت هذه الأصناف إحنا ممكن إن شاء الله نقلل الفجوة بفرصة كبيرة. الاتجاه الثالث للحكومة وهو طبعا إحنا عايزين نقلل من استخدامنا الجمح، لأن مصر يعتبر بتستخدم أقماح حوالي 16 مليون طن في السنة، وده رقم كبير بالمقارنة بالدول الأخرى، لأن إحنا بنطلب برضو إن الناس ما بتعتمدش على الجمح كوجبة أساسية، الناس بتعتمد على الرغيف على أساس إن هو رخيص في السعر، لكن إحنا برضو بنقول للحكومة لازم الرغيف ده يدعم من المحاصيل الأخرى زي الذرة أو حتى في يعني الناس بتضيف حاجات تانية زي الشعير وحاجات زي كده، بحيث إن إحنا نساهم ونساعد ان المحصول الموجود يبقى يكفي ال 100 مليون نسمه والرافدين والوافدين على مصر، لان مصر يعتبر دلوقتي فيها اكثر من 150 مليون نسمه، 100 مليون مصري او يزيد غير الوافدين من البلاد العربيه الشقيقه والدول الاخرى والسياحه. بنشكرك حاج حسين، شكرا ليك وكل عام وانت بخير، وكل عام وكل فلاحين مصر بالف خير. شكرا ليك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره الاستاذ حسين ابو صدام نقيب الفلاحين. تحتفل مصر بذكرى انتصارات العاشر من رمضان عام 1973 ميلادية، وفي سياق العلاقات المصرية الإسرائيلية الأمريكية استقبل الرئيس السيسي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لودر، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. اللقاء تناول استعراض موضوعات تتعلق بالقضية الفلسطينية ومواضيع متعلقة بمكافحة الفكر المتطرف. أعلن صندوق الاستثمار الروسي عقد اتفاق لإنتاج لقاح سبوتانيك في المضاد لفيروس كورونا في مصر، وقال الصندوق إن شركة مينا فارم المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام. وانضم إلينا من لندن عبر خدمة سكايب دكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة المصرية سابقا. أهلا بك معايا دكتور مصطفى، وإيه رأي حضرتك في موضوع، أهلا وسهلا زيك يا دكتور، في موضوع إنتاج لقاح سبوتنيك في مصر واللي تم الاتفاق عليه، وهل عندنا معلومات ال 40 مليون جرعة اللي هيتم إنتاجها سنويا ده نصيب مصر منها هيكون قد إيه مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اتحيا لحضرتكم السلامه والجميع الساده المشاهدين. هو الحقيقه فكره ان دخول لقاح سبوتنيك في مصر طبعا خطوه جيده، لان فعلا لقاح سبوتنيك في من ضمن اللقاحات اللي ثبت يعني فعاليتها وامونيتها على المستوى العالمي. هو بينتج بنفس طريقه استرازينيكا اوكسفورد، نفس طريقه جونسون جونسون اللي بيسموها الناقل الفيروسي الغدي، ودي وسيله مامونه، وهو يعني حتى الان على مستوى العالم لم تحدث منه غلطات يعني بخلاف اللقاحين الاخرين. والحقيقه ان عندنا سبوتنيك في تم اعتماده فعلا في مصر من هيئه الدواء المصريه في شهر فبراير الماضي. الحقيقه وقتها تم الاعلان ان هيتم استيراد 20 مليون جرعه مباشره من روسيا عن طريق هيئه الدواء المصريه، هيئة الشراء الموحد بهذه الدين، ده كان ده اعلن 20 مليون جرعه نشتريهم او نستوردهم ده في شهر فبراير الماضي، حتى الان لم يصل منهم اي جرعه. الحاجه الثانيه اللي تم اعلانه اليوم عن بدء تصدير خط انتاج ل 40 مليون جرعه سنويا في شركه مينا فارم، ايوه فعلا ده كلها خطوات يعني مطلوبه، لان لقاح سبوتنيك الحقيقه اول ما طلع واعلنوا عنه قال بيعمل مناعه 91.7%، الاسبوع الماضي تم الاعلان ان المناعه منه بتصل ل 97%، فان يعتبر هل اعلى لقاح في العالم. الدوائر العلميه العالميه زي مجله لانست البريطانيه اعتمدته فعلا كلقاح امن وفعال ومامون. هذه كلها حاجه بترجح كافه هذا اللقاح،
واعتقد ان وجوده في مصر ولو حتى بالاستيراد السريع ل 20 مليون جرعه هيغطي جزء كبير جدا من الخوف والقلق عند المصريين من لقاح بالتأكيد سواء كان سين فارم او لقاح استرازينيكا، لان يعتبر لقاح حاليا لم تظهر له اي اثار جانبيه حاليا حتى على مستوى العالم. ايوه طيب، حتى الآن على ذكر عن حضرتك للخطوات اللي حصلت متعلقة باللقاح، خلينا نتكلم أيضا عن خطة توزيع اللقاحات في مصر. حتى الآن الوزارة أعلنت إن تم تلقيح 525 مواطن مصري باللقاح. يعني إيه تقييمك لهذا الرقم حتى الآن، وإيه تقييمك للخطة بشكل عام؟ ايوه حضرتك عندك سؤال في منتهى الاهميه. لو قلنا 500,000 بالنسبه ل 100 مليون، طبعا دي نسبه بسيطه جدا. لو قلنا ان في المغرب وصلوا 6 مليون والمغرب سكانها تلت سكان مصر، في الامارات وصلوا 8 مليون، طبعا الامارات على سكانها ايضا قليل. لو قلنا ان اسرائيل حاليا عدوا 60% من عدد السكان داخل المجتمع، يبقى احنا بالتالي هنا النسبه فعلا تعتبر بدا نوع من التسريع في الاسبوع ده. لكن حاجه اللي بيلفت النظر حاجه في منتهى الغرابه، ان هو في بدايه الكلام قالوا هيبداوا بالاطباء ثم كبار السن ثم الامراض اللي هي الامراض المزمنه ثم الاماكن المغلقه. حتى الان عندنا شكوى من نقابه الاطباء بعت اخطار للوزاره من يومين، كان الاخطار الثاني، بتشكو ان نسبه ما تم صرف اللقاح لهم الاطقم الطبيه لا تتجاوز 20% فقط من اجمالي الاطقم الطبيه، ودي طبعا كارثه. فزي الاول هدف للوزاره وده في العالم كله حسب كلام الصحه العالميه في اعلان جائحه العام الماضي، لابد من الاهتمام بالاطقم الطبيه. الاطقم الطبيه حصل 20% فقط من اللقاح. نقابه الاطباء عرضت تفتح مقراتها لتلقح هي بنفسها، بس الوزاره جاب لها اللقاح لعموم الاطباء والاطقم الطبيه. والحقيقه كان في الاشاره ان عندنا مجلس النواب تم اعطاء اللقاح بالكامل لهم ولاسرهم. هيئه قناه السويس بعد سمع الجائحه حبوا يعني الوزاره تطلع في الصوره في المشهد، راحوا ادوا اللقاح لكل اعضاء قناه السويس. طبعا ده واضح انها كانت لقطه اعلاميه يعني وفي المشهد بتاع سفير الجائحه، لكن الواقع حاله منفذ ان الاطباء لم يتموا، كبار السن لم يكتملوا، الامراض المزمنه لم يكتملوا، لم يذهب الى اماكن مغلقه، الوزير تروح للسجون، لم يعمل حتى خطه للسجون، لم تعمل خطه لدور المسنين. الحاجه كلها اولويات لابد من اعلانها بمنتهى الشفافيه والوضوح امام الناس كلهم. الحاجه الثانيه ان بالنسبه لموقع الوزاره في اللقاحات، يوجد عندنا نوع من العزوف حاليا للتسجيل. يعني قالوا كل اللي سجلوا حاليا بالنسبه للاجمالي اعداد مش كبيره بالنسبه لل 100 مليون. الحاجه دي كلها امور يا ريت يكون عندنا من الوزاره نوع من التشجيع والتحفيز الاكثر للناس، ولو في الاعلانات في الدعايه العامه بتوسيع دائرة طب ده اللقاحات. برضو يعني دكتور مصطفى، خلينا برضو نستغل فرصة وجود حضرتك، لأن من الواضح أن في يعني رغم ان التسجيل عبر خدمه الانترنت، وخلينا بشكل واقعي نكون عارفين ان خدمه الانترنت او التعامل معها بهذا الشكل مش متوفر لكل الموجودين داخل مصر. يعني حتى الخدمه نفسها نعتبر نقول ان هي ظالمه وغير عادله في توزيع الاستطاعه ان الواحد يسجل عشان اللقاح. لكن بشكل واقعي الوزاره نفسها اعلنت ان حتى المليون الشخص اللي سجلوا وطلبوا ان هم يروحوا، في 50% منهم ما ظهروش تماما وقت اللقاح. يعني هم طلبوا لكن وقت اللقاح وقت الجد يعني ما راحوش. فمن الواضح ان ممكن يكون لدى البعض بعض تخوفات من الحصول على اللقاح نفسه. فلو حضرتك تقدم نصيحة للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يا ريت. هو الحمل النصيحه العامه ان طبعا اللقاح وده حاجه معروفه في العالم كله مهم جدا، وان كان حتى لو كان الناس خايفه من موضوع الجلطات، كان عندنا لسه اخر حاجه في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه من يومين، قالوا ان فعلا رصدوا عندهم حوالي 6 حالات جلطات من استرازينيكا، لكن هيئه الصحه السعوديه قالت ان هذا لا يمنع من اللقاح. اللقاح اهميته اكبر بكثير جدا من مستوى الجلطات، وحتى على مستوى العالم معروف ان اقراص منع الحمل للسيدات نسبة حدوث جلطة فيها أعلى من نسبة اللقاح بنسبة كبيرة جدا، ولم يدعو أحد إلى التوقف عنها. يبقى بالتالي على مستوى يعني هيئة الدوائر الأوروبية قالت لابد من استمرار اللقاح، وتلك النسبة بسيطة. الصحة العالمية قالت نفس الكلام، فبالتالي المفروض لا يوجد أي خوف من تلقي اللقاح، ودي يعتبر هنا هو السلاح الأساسي حسب كلام الصحة العالمية بهدف تحييد الفيروس في هذا العام. يبقى عندنا توسيع دائره اللقاحات مع اجراءات التباعد الاجتماعي والوقايه الشخصيه واللجنه التحضيريه الحكوميه، هذه كلها اجراءات لابد تمشي بالتوازي مع بعضها في نفس الوقت، بحيث في النهايه ان شاء الله
نبدا نحد من خطوره الفيروس، خاصه ان الفيروس اللي هو الجديد اللي هو السلاله البريطانيه وصل مصر حاليا حسب كلام الدكتور اشرف حاتم، اللي هو حسب كلام اشرف حاتم ودي دخلت اللي هو رئيس لجنه الصحه في مجلس النواب، وبكده دخلت مصر في المرحله الثالثه، وده اللي عمل زياده الاصابات المنتشره جدا في الصعيد عشان السياحه مفتوحه ومواسم الاعياد اللي الخمسيين والمسلمين موجوده حاليا. فبالتالي لابد من التركيز على توزيع دائره اللقاحات بالنسبه لجميع المصريين في جميع الاماكن، ونبدا ايضا بالاولويه بالاطقم الطبيه وكبار السن ثم الامراض المزمنه والاماكن المغلقه مثل السجون وضيوف المسلمين، وبكده نقدر ناخذ الاماكن المرض الحرجه او الاكثر عرضه، وبالتالي يبدا ان شاء الله يقل انتشار المرض حتى تمر الموجة الثالثة بسلام إن شاء الله. إن شاء الله. بنشكرك، كنت معنا في من لندن عبر خدمة سكايب دكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة المصرية سابقا، شرفتنا دكتور مصطفى. نخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. تنظم مكتبات عامة بمصر معارض وفعاليات ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، والذي يتم الاحتفال به في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم. ويهدف هذا اليوم إلى تشجيع جميع فئات الشعب على القراءة والاطلاع على التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه القراءة خصوصا للأطفال. وانضم إلينا من برلين عبر خدمة سكايب محمد علاء الدين الكاتب الروائي. اهلا بيك معايا محمد. خلينا نتكلم بس على حته ايجابيه في البدايه، يعني قبل ما نروح لمشاكل المؤلفين ومشاكل دور النشر في مصر، يعني واحنا بنمر، العالم كله بيمر الحقيقه بوقت صعب جدا في وقت كورونا، يعني لو ممكن برضو نساعد الساده المشاهدين وازاي نقول لهم ان القراءه والاطلاع ممكن يساعدهم ويساعد اطفالهم الحقيقه اكتر ما يساعدهم في الخروج داخل من خارج القوقعة اللي احنا عايشين فيها دي، ويعني محاولة فتح إدراكنا أكتر يعني، وإن احنا نتعامل مع الموقف ده بشكل أفضل. طيب يعني أولا أنا سعيد إن أنا بقابلك تاني. أهلا بك. والواحد ممكن يستعين بحكاية شخصية، يعني وبدما احنا بنتكلم على اليوم العالمي للكتاب ودور المكتبات العامة، أنا أدين بكل الفضل فعلا في مرحلة من حياتي، يعني القراية اللي كنت بقراها لمكتبة مبارك العامة، أظن إن هي دلوقتي بقى اسمها مكتبة مصر العامة أو شيء زي ده، بس يعني ما تتخيليش يعني الفضل المكتبة دي كانت ليها إدارة خاصة، يعني مش حاجة حكومية على ما أظن، كانت بمنحة أو بشيء من هذا القبيل. الدور الكبير اللي لعبته بالنسبة لي أنا شخصيا إن الواحد يقدر يقرأ كتب على قد ما يقدر، يعني كان يعني الواحد بيفتكر إنه كان مدة يعني كان 5 كتب الحد الأقصى الاستعارة لمدة الأسبوعين تاني، وكان الاشتراك يعني أنا مش فاكر إن الاشتراك كان حاجة باهظة أبدا خالص يعني. وانا كنت فاكر الواحد كان بيقرا 5 كتب كل اسبوع، يعني فاكر ده لان الواحد كان ما بيقعدش الكتب الاسبوعين، كان بيقرا 5 كتب كل اسبوع ويروح المكتبه جالي يبدل الكتب دي. ف يعني كان الواحد كان شيء عظيم حقيقه، ساعد في تكوين البني ادم وحاجه كويسه جدا، يعني بدل ما احنا بنتكلم عن مصر ومشاركتها في اليوم العالمي للكتاب وحقوق الملكيه الفكريه، ان كبير نظرا لظروفنا. مره جرام جرين قال تعبير لطيف، يعني قال ان العالم شكله كتب اكتر من من شكل يعني من الحياه نفسها، يعني وجهه نظرنا ورؤيتنا للدنيا اتشكلت عبر الكتب اكتر من الحياه نفسها. طبعا بتبان الكلمة يعني غريبة لأول وهلة يعني شوية، خاصة لما نتكلم عن عدد اللي بيقروا يعني فعليا عندنا في المنطقة،
ولا اظن ان هو الحقيقه عدد كبير مقارنه بارقام المبيعات، لان دي مشكله تانية ومساله تانية. لكن لو فكرنا ان الاديان نفسها جت عن طريق كتب، المعرفه نفسها جت عن طريق كتب العلم، فنقدر نتخيل ان عبارة جرام جرين كانت في محلها. ف طبعا هي المساله فيها يعني استعداد، يعني في ناس بتحب تقرا اكتر من ناس، مفيش كلام. لكن بالنسبه للاباء اللي هم حابين ان ولادهم يبقى عندهم مدارك اوسع شويه، بيبقى شيء جميل لو هم شجعوا الاطفال على انهم يقروا، يشوفوا عالم تاني، يفكروا، لان الكتب محرضه على التفكير. يعني المفروض يعني الكتب الجيده على الاقل، خلينا نتكلم على الكتب اللي هي يعني تستحق ان تقرا يعني. فخصوصا في ان احنا دلوقتي عندنا عالم برضو بقى فيه دور كبير للانترنت والافلام وكله طبعا بيكمل بعضه، ما فيش كلام يعني. لكن يعني برضو بيبقى حاجه جميله ان الوالدين يشجعوا طب الطفل على محمد، انه تعالى يقرا. نروح للجانب المظلم وقول لنا ايه اكبر طيب المشاكل اللي بتواجه يعني المؤلفين ودور النشر والكتاب في مصر. هو مش في مصر بس، يعني مش في مصر بس، اه احنا لو بالتأكيد بنتكلم على المنطقة نعم. العربية يعني، يعني المسألة يعني سلاح ذو حدين. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اي نعم، في آراء كتير ليها وجهتها عن تسريع الثقافة، مفيش كلام مفيش كلام. بس خلينا نحط ده في الخلفية شوية ونتكلم أولا عن الصناعة. إحنا لسه ما عندنا صناعة، بمعنى يعني عندنا بس بالمعنى اللي هو بتاع القرن العشرين، يعني بالمعنى بتاع القرن الواحد والعشرين. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا إحنا لسه ما عندناش دور كبير لمسألة المحرر الأدبي مثلا، وده جزء راسخ في الصناعة الأدب، في صناعة الأدب من زمان، يعني من أكتر من 100 سنة إحنا ما عندناش ده، أو عندنا بشكل محدود. ما ده كان على سبيل المثال يعني. متصل كمان بالصناعة فكرة التوزيع، ودي أكبر مشكلة بتقابلنا في الحقيقة. يعني مستحيل إن بلد فيها 100 مليون بني آدم تلاقي فيها المبيعات بالشكل ده، يعني شيء شبه مستحيل. التفسير دايما فكرة التوزيع، يعني القراء دول اللي أكيد طبعا مش يعني ما مش هيكونوا في حتة واحدة. لو احنا بنتكلم اعتباطا في مثلا 10% في مصر بيقروا، وده مش حقيقي اكيد ازيد، بس يعني اعتباطا لو في 10 مليون دول اكيد هم مش قاعدين في مدينة واحدة، اكيد مش قاعدين في حي واحد. فالمسألة ان هم متوزعين. فالفكرة ازاي نوصل بالكتاب للقارئ، يعني هي دي الفكرة الأساسية في الحقيقة. فبتدخل بيدخل في الموضوع تعقيدات حكوميه برضو، يعني شبكات التوزيع ودور القطاع الخاص زي ما احنا شايفين في اخر 10 يعني اخر 7 سنين اللي احنا شايفينهم او 8 سنين، المساله فيها كثير من البواخه حقيقه يعني. لان المفروض القطاع الخاص يتساعد ويتساب ليه مجال وما يبقاش فيه، يعني احنا لسه كنا بنتكلم من أقل من سنة على مسألة خالد لطفي زي ما أنت تفتكري مثلا. أكيد. فالمسألة مربط الفرس في الموضوع التوزيع، لأنه كمان في حاجة اقتصادية جدا. بمعنى إيه؟ إنه الناشر كل ما بيطبع أكتر كل ما بتكون تكلفة أقل عليه، لكن المخاطرة ده اقتصاديا. نعم. لكن المخاطرة يعني مثلا بيطبع 3000 نسخة غير لما بيطبع 1000 نسخة، يعني 1000 نسخة بتكلفه أكتر في الحقيقة. لكن الناشر برضه بيبقى عنده تخوف من انه ممكن يطبع وما يبيعش، يعني بالنسبه له، يعني بالنسبه للكلمه ان هو ما بيوزعش. فالحل الكبير في ان احنا نفكر ازاي في يعني شبكات التوزيع دي تكون موجوده بشكل ناجع، بحيث ان اللي بيقرا يوصله الكتاب بسعر برضه يتناسب نعم. مع المستوى الاقتصادي. يعني لان احنا دلوقتي برضه احنا شايفين
كتب عليت، الاسعار عليت، وبقى في طبعا ناس يعني عندنا كلنا عارفين الظروف، يعني كلنا عارفين الظروف وصلت الصورة مصر يا أستاذ بتمر بيها. محمد، بنشكرك، كنت معنا من برلين عبر خدمة سكايب. محمد علاء الدين الكاتب الروائي، شرفتني يا محمد، أهلا بيك. نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 155 لهذا العام الذي شمل قائمة بأسماء أكثر من 1600 محبوس. صدرت قرارات من رئيس الجمهورية بالعفو عنه في عدد من القضايا، وكانت وزارة الداخلية قد قالت إن قطاع السجون قام بعقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، إذ انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عنهم. وينضم إلينا من اسطنبول عبر خدمة سكايب محمد عادل سليمان المحامي. أهلا بك معايا أستاذ محمد، وخلينا نبدأ من المعلومات اللي قدرت تتحصل عليها بعد اطلاعك على قائمة أسماء 1686 شخص تم الإفراج عنهم. مساء الخير عليك وعلى كل الناس اللي بيسمعونا، وفي البداية مبروك لكل واحد خرج بره السجن أيا كان سبب سجنه، سواء كان بسبب أمر جنائي أو بسبب أمر سياسي. الوضع في السجون في مصر مش أفضل حاجة، وما نتمناش إنه أي حد في مصر يكون في السجون، لأن السجن هدفه الإصلاح وهدفه توقيع عقوبة مقابل جريمة محددة، والسجن فلسفته الأساسية قايمة على الحد من الحرية، وضعك داخل مكان محدد وليس التنكيل بيك. لكن السجون في مصر هي مع الأسف مكان للتنكيل والإذلال وكسرة النفس، مساحات ضيقة جداً، عدد كبير من المساجين في عنابر وزلازل صغيرة جدا، ويمكن عندنا وثائقيات كتير أشهرهم شبرو قبضة، وهو وثائقي كان موجود على موقع مصر اليوم. وشبرو قبضة معناها إن كل مسجون ليه فقط شبر وقبضة، مساحة النوم المكان اللي بيقدر ينام فيه هو ده مساحته، مش أكتر من كده. فأول حاجة بنرحب بقرار العفو، وبنتمنى انه نشوف قرارات كتيره، سواء كان المعفو عنهم دول وباكد في قضايا جنائيه او في قضايا سياسيه، لانه الحريه حق لكل الناس، ودي فرصه كمان نطالب النظام بتحسين اوضاع السجون، مش عشان تبقى فنادق، عشان تبقى مؤسسات عقابيه هدفها الاصلاح والتهذيب وليس التنكيل وكسره النفس والإذلال، وإن إحنا نخلي المسجون يشعر بانعدامه الكامل للأهلية وعدم وجوده كبني آدم، وجوده فقط كرقم في قبضة السجان. فدي بس حاجة مبدئية نحب نؤكد عليها، بديهيات، يعني إحنا في توقيت لازم نؤكد فيها على البديهيات. القرار هو قرار عفو صادر من رئيس الجمهورية في ضوابط محددة موجودة في القرار والقرار المستند إليه. القراءة الأولية في أسماء 1686 بتقول إن كل القضايا معظمها سنة 2020، ما فيهاش أي قضايا قديمة، وده بيقول بشكل مبدئي، لأنه كمان القرار هنتكلم عنه بالتفصيل مش موضح أي حاجة، لكن بشكل مبدئي كلهم سنة 2020. سنة 2020 ما كانش فيها أي أحداث ذات طبيعة سياسية، ما كانش فيها أي دعوات لعمل أي حاجة خالص، والناس اللي اتقبض عليهم في سبتمبر معظمهم خرج طبقا للمحامين، وكمان الناس اللي اتقبض عليها في سبتمبر كانت مجموعات وأعداد، فلو أخلي سبيلهم هيكون متكرر رقم القضية مع أكثر من شخص، وده مش موجود في القرار الصادر. الناس المتكررة قليلة جدا، اللي هم اتنين مقبوض عليهم في نفس القضية مثلا، ودي حاجات قليلة جدا داخل القرار. فالقراءة الأولى بتقول إن دي كلها قضايا فردية، وأنا أعتقد وهذا اعتقاد وقراءة فيما أمامنا من قرار به العديد من الطلاسم، إن دي كلها معظمها الاحتجاجات اللي كانت على خلفية مخالفات البناء ومخالفات البناء نفسها،
واخر القرار هنلاقي عدد كبير جدا، يعني في شخص عنده 47 جنحه واخد فيهم عفو. واعتقد برضو، وده اعتقاد وكل شويه هاكد على ده، دي يعني ما عندناش اي دليل على اللي بنقوله بشكل قاطع غير قراءه فقط في هذا القرار، انه مقاول بناء مثلا او حد في فرن عنده قضايا تموين، حاجه شبه كده. طب محمد، هل عندنا من ناحيه قانونيه معايير واضحه ازاي بيتم اختيار القائمه دي؟ لان مثلا البعض بيسال هل في فرق ما بين المحبوس احتياطي وما بين اللي واخد حكم نهائي في حصوله على العفو الرئاسي؟ ده سؤال يمكن هو السؤال الجوهري. لما نيجي نبص لقرار زي دول، الناس دايما تقول هو ليه ما فيش المساجين، ما فيش فلان وفلان وفلان اللي هم المساجين المشهورين زي زياد العليمي وحسام مؤنس وغيرهم وعبد المنعم ابو فتوح وغيرهم من الناس، مش عايز اذكر اسماء وانسى اسماء يعني، او مهنور او الباقر، كل الناس دي محبوس احتياطي اللي هم بيكونوا لابسين ابيض، اللي هو بنشوفهم في الصور دايما لابسين بدله سجن البيضاء، دول مش محكومين، ما صدرش ضده حكم نهائي. المحبوس الاحتياطي هو في حوزه النيابه العامه، يعني في مرحله التحقيق النيابه العامه بتجدد الحبس، او بعد كده القاضي في غرفه المشوره بيجدد الحبس بتاعه، وهنا بنقول تجديد حبس، يعني هو محبوس احتياطي على ذمه قضيه، والحبس الاحتياطي هو اجراء احترازي، يعني النيابه العامه شايفه ان المتهم ده في وجوده خارج السجن خطر، فبيخلوه جوه السجن لغايه لما يتحكم عليه. طبعا تطبيق الحبس الاحتياطي في مصر في مشاكل كبيره جدا، الناس دي مع يعني محامين او صحفيين او ناس معروف محل اقامتها، ينفع نمنعهم من السفر، ينفع ناخد جوازات سفرهم، ينفع نخليهم يروحوا يمضوا في القسم كل يوم بالليل، كل دي اجراءات تخلينا متاكدين من وجودهم. واخر حاجه هي الحبس الاحتياطي اللي بيتنص عليه لو ده موظف عام، فممكن يلعب في المستندات، موظف واخد رشوه مثلا، حد مشارك في جريمه قتل، فخايفين عليه او خايفين منه، يعني خايفين عليه انه حد يروح يتعرض له او ياخد منه الطار او يترصد له فبيحبسوه، او خايفين منه عشان ما يتلفش ادوات الجريمه او يضغط على المجني عليهم. لكن في الحالات اللي احنا فيها الحبس الاحتياطي بيستخدم بالمخالفه. لكن فيما يتعلق بهذا القرار يا سلمى، احنا رئيس الجمهوريه بيعمل قرارات عفو للمحكومين احكام نهائيه، يعني خدت حكم والحكم ده واجب النفاذ. الناس اللي بتتخانق مع بعض في الشارع، فواحد يروح يعمل في التاني محضر فياخد حكم غيابي فيتقبض عليه، يروح يعمل معارضه ويخرج، ده كده حكم مش نهائي. الاستئناف ايد الحكم، يبقى هيتسجن. في هذه الحاله ينفع يصدر قرار بالعفو من رئيس الجمهوريه، وده المعيار الوحيد. يعني المعيار الوحيد ان رئيس الجمهوريه من حقه يصدر عفو عن كل المده او نص المده او ايا كان في الناس المحكوم عليها، وليس المحبوسين احتياطيا. وده العنصر الجوهري في الموضوع. بالنسبه للشق الثاني من سؤالك، وهو طب ايه المعايير بقى؟ لا، مفيش معايير خالص، هي توصيات امنيه، وامنيه بمعنيين، يعني لو مسجون سياسي فتوصيات امن الدوله، لو مسجون جنائي فتوصيات من امن السجن، من مامور السجن، السير والسلوك. عادل سليمان مقبوض عليه، بيقضي الحبس بتاعه، ما بيعملش مشاكل، بيعملش كذا، بينتبه سلوكه، بيتطور اداؤه مع الناس عامله ازاي، كان في خناقه وهو ما اشتركش فيها، كان في كذا والله، فده احنا شايفينه مؤهل ان هو يخرج، فنحط اسمه في قرار عفو، وهكذا. طيب، لكن في القرار ده تحديدا، عندي سؤال يا محمد، اتفضل. في القرار ده تحديدا، اتفضل. في القرار ده تحديدا احنا شكوكنا او قراءتنا او اعتقادنا انه ده قرار متعلق بقضايا المخالفات البناء. وهنا بصراحه انا بوجه تحيه للدوله. الدولة أصدرت قرار فيما يتعلق بإزالة المخالفات، وحصل احتجاجات واسعة جدا من المواطنين، فتراجعت عن هذا القرار، وقفت التنفيذ، وراجعت القانون مرة أخرى. وطبعا هذا التراجع قبل ما يتم كان حصل احتجاجات واتقبض على ناس واتعمل محاضر بالمخالفات. لو النهاردة قراءتنا صحيحة والقرار ده متعلق بقضايا البناء، فأنا بقول للدولة شكرا إن أنت أصدرت قرار ثم تراجعتي عنه، ثم بتصححي الأوضاع
اللي ترتبط عليه وبتعملي إخلاء سبيل أو بتفرجي عن الناس أو بتديهم. طيب محمد، لأنه يعني في إجابة سريعة، لأن الحقيقة فاضل دقيقة واحدة وأنا مهتمة أن أنا أسمع إجابتك في هذا السؤال. في جدل كبير حصل ما بين المعارضة في كيف يمكن التعامل مع العفو الرئاسي، شايف الجدل ده إزاي؟ وأيضا سريعة رأيك المفروض المعارضة تتعامل معه إزاي؟ والله أنا يعني أنا كواحد من المعارضة برحب بأي إخلاء سبيل يحصل للناس، بأي عفو رئاسي، بس أتمنى من هذه السلطة اللي صلحت غلطتها، لو إحنا لو قراءتنا صحيحة زي ما أنا أشرت في هذا القرار، إن هي كمان تتعامل بحكمة مع المسجونين السياسيين. يعني العفو لازم يكون للجميع، العفو ما ينفعش يكون للجنائي والسياسي، لا، العفو مفروض يطول كل المواطنين اللي تعرضوا لظلم أو لمحاكمة غير عادلة. والنظام نفسه في بعض الأوقات اعترف إن المحاكمات ما كانتش جيدة للظرف السياسي، يعني كان في ظرف سياسي حاكم، كان في محاكمات بالجملة، كان في أحكام بتصدر على 500 واحد مرة واحدة. أعتقد إن آن الأوان إنه يرجع النظر في هذه الملفات مرة أخرى، والناس اللي موجودة داخل السجون بسبب هذا الظرف السياسي اللي انقضى وخلص، وفتح السيسي دلوقتي بيفتح عاصمة جديدة وبيفتح عالمين جديدة، أعتقد إنه الوقت قد آن لإخلاء سبيل كل المحبوسين أو العفو عن العقوبات النهائية الموجودة لكل المحبوسين محكومين أو كمان المحبوسين احتياطي. بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول عبر خدمة سكايب محمد عادل سليمان المحامي، شرفتني يا محمد، أهلا بك. شكرا لكم متابعتكم، ليلتكم سعيدة وكونوا سالمين.